دكتور فاروق، اهلا بحضرتك. اهلا بيك حبيبي، ازي احوالك؟ تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. حبيبي عادل باشا، ازيك يا دكتور؟ وحشنا. ازيك حبيبي، ايام جريت يا دكتور. اه والله، انا شوف انت كنت في امريكا، انا فاكر اكنها امبارح يعني. يلا الزمن بيفر. دكتور، احنا بنناقش في ظل ضغط المباريات وتوالي الارتباطات تأثير الحالة النفسية والعصبية والذهنية على أداء اللعيب. والله يعني الموضوع يعني من أهم الموضوعات اللي على الساحة الرياضية دلوقتي ومن زمان كمان يعني. وطالبنا بكتير قوي إن احنا يا جماعة لازم الجدول ده يبقى فيه متنفس للرياضيين، لأن الراحة زيها وأهميتها لا تقل عن التدريب. هي جزء من عملية التدريب، لأن احنا بندي الجسم راحة عشان بيسترد كثير من الحاجات اللي هو اللاعب بيطلعها، من سواء من طاقة أو من خبطات أو ضربات في جسمه بتلازم تاخد وقت عشان ترجع تاني ويتصلى لها ريكفري، ما تبقاش سبب في آلام مستمرة بعد ذلك. عملية التلاحق بتاع الدوري، وبعدين الدوري شابك في الدوري اللي بعد منه، ده كلام مش موجود في أي اتحاد من الاتحادات الرياضية سواء في مصر أو خارج مصر. فطبعا ده ما بيطرعش فيه العنصر الرئيسي في كرة القدم وهو اللاعب. وان راحه اللاعب سواء بعد المباراه، يعني عشان كده مثلا ما بيلعبش ماتشين اثنين ورا بعض في يومين ورا بعض، واخد بالك؟ لازم ياخد فتره راحه. ايضا بعد انتهاء الموسم بيبقى في ضغوط ليست بدنيه فقط انما نفسيه ايضا، لانه باستمرار كل ما بيلعب مباراه عاوز يفوز، وده بيشكل نوع من الضغط النفسي عليه لما يبقى تكرر باستمرار، وهذاك بيوصل في النهاية، في نهاية الزمن اللي بيلعبه في الملاعب بيكون تحطم. والغريب والعجيب ان جميع، وانا بأكد على جميع دي، لاعبينا بعد ما بيعتزلوا لا ما بيقربوش ناحية الرياضة خالص. ولي اصدقاء كثر يعني، واقول لهم يا جماعة ما ينفعش، الجسم لا يختزن لياقة بدنية، لازم تطلع وتتريض، ما فيش فايده، خلاص هو خلص مهمته وانتهى الامر. فطبعا دي عمليه كلها نفسيه وبدنيه بتسبب. دكتور فاروق، عايز اسالك، وانت استاذ فيسيولوجي اللي هو وظائف الاعضاء، وتاثير الجانب النفسي اللي انت لمسته، يعني البدني فاهمين انه تلاحم المواسم والمجهود اللي بيبذل بيؤدي الى اصابات وعدم تشافي، مفهومه. لكن الناس مش مدركه، هل حقيقي أن التوترات واختلاف المنافسات والدوافع والضغوط النفسية اللي بيعيشها اللاعب بتؤثر على وظائف جسمه وعضلاته ودرجة تأثره وتعرضه للإصابة ولا لا؟ الإنسان بدن ونفس. البدن بأجهزته المختلفة، والجانب النفسي ده بيعتصر اللاعب في داخله، وبيسبب ايضا الى مشاكل فسيولوجيه، لان في افرازات لغدد كثيره، منها على الاقل الغده الكظريه اللي بتطلع هرمون بيعمل التوتر وبيعمل الادرينالين، كل ده بيأثر، بيضغط، بيهدم في جسم اللاعب مش بيبنيه. وبالتالي لابد ان احنا نخلي بالنا كويس قوي من الجزئيه بتاعه الفترات الراحه البينيه بين المباريات، ثم بعد انتهاء الدوري لابد ان يكون هناك فتره راحه. وبيبتدي من قبل ما يبتدي الدوري اللي بعده بيبتدي حاجه اسمها الراحه الناشطه. بيبقى نشيط لكن ما بيرهقش نفسه ولا بيخش في ضغوط نفسيه ولا حاجه، عشان لما حتى يبتدي الموسم الجديد يبقى مشتاق انه ايه، يرجع للكوره حبيبته مره ثانيه. طيب تاثير بقى التوتر النفسي والإجهاد البدني وتلاحم المباريات وتغير دوافع المنافسات، وإنك تحت ضغط، إنك أنت دلوقتي كمان في سوشيال ميديا بتخلص على حاجات كتير يعني. تمام. هل كل ده يؤثر على العمل الفني والأداء ودرجة الإبداع؟ والله
والله السؤال جميل جدا جدا، لان الانسان مننا المخ ده مش حاجه لوحده، ده جزء من جسمي، وبالتالي اللي بيفرزه الجسم من هرمونات بيؤثر ايضا على المخ وعلى استيعاب اللاعب او التعليمات اللي بياخدها، انت هتعمل كذا وفي المره اللي جايه هتعمل كذا، في كل حاجه بيعملها في الملعب المدرب بيتدخل فيها قبل المباراه بعد المباراه هو منه اللاعب. فاللاعب لو ما كانش ذهنه صافي وقدراته النفسيه مرتاحه وعنده شوق لحبيبته اللي هي الكوره، واخد بالك، بيبقى نازل تعبان وحالته محطمه، واخد بالك، وخاصه بقى اذا بداها بهزيمه قال جا في الفرقه بتاعته جول، هنا كمان اتحطم اكتر. وبالتالي احنا ما بنبصش للبني ادم، احنا بنبص عليه كآلة هتعمل تنفذ. لا، ما هوش آلة. الانسان مش آلة، الانسان ده كائن حي ربنا مديله قدرات جميله جدا. لابد ان احنا بنروح نتفرج على الماتش ليه؟ عشان نتفرج على قدرات اللاعبين وبيعملوا ايه في الكوره. وبالتالي احنا بنفتقد ده كله، اللاعب بيفتقده، المدرب بيفتقده، الجمهور ايضا بيفتقد. وبالتالي العمليه كلها داخله على بعضها، مش هي سلسله واحده يعني متشابكه، ما يجبش ان احنا نغفل اي حلقه من حلقات هذه السلسله. اذا الرحمه باللعيبه شويه يا دكتور. لابد ان ادامت متراعي والجدول اللي يحطه لابد ان يؤخذ فيه راي الفنيين اللي بيفهموا في الكوره، مش اللي كانوا بيلعبوا كوره. تفرق طبعا، تفرق. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا للدكتور فاروق عبد الوهاب، استاذ فيسيولوجيا الرياضه.